كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في مطبخي حسن الشهيوات. رمضان مبارك سعيد بالصحه والسلامه. وبهذه المناسبه غنقدم لكم تحليه رائعه بالتمر طبيعيه ومغذيه وبلا سكر، كتوجد في اخر لحظه بالنسبه للفطور او السحور. بسم الله على بركه الله، نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. كنحتاجوا 150 غرام ديال التمر طب منقي من العظم، 50 غرام ديال المايزينا، لترو ديال الحليب، 3 معالق كبار ديال الماء زهر، 1 ياغورت طبيعي، 3 الحبات ديال المسكر الحرة. غناخد خلاط غندير فيه التمر، غنزيد عليه 3 الحبات ديال المسكر، السطر ديال الحليب، وغنطحن هاد المكونات مزيان ونرجع معاكم. من بعد ما طحنت التمر مزيان مع السطر ديال الحليب، غناخد اناء غندير فيه المايزينا، غنزيد نص سطر الحليب اللي بقالي، غنحرك مزيان، غنصفي عليه التمر اللي طحنت مع الحليب الاول. باش نحيد هاد القشور ديال التمر اللي تخوي، من بعد غندوز للبوطه باش نطيب هاد الخليط. من بعد ما درت الخليط ديالي في كاسرونه، درت عليه نار متوسطه، كنحرك باستمرار باش ما يلصقليش الخليط اللي تحرق ليا بهذه الطريقه. هذه كيف ما كتلاحظوا الخليط ديالنا بدا كيتقال. هاد اللحظه غنزيد عليه 2 معالق كبار ديال الماء زهر، غنحرك مزيان، غنطفي عليه ونزيد عليه دانون طبيعي. غنحرك مزيان، خديت واحد زليفات ديال التقديم وغنكوب فيهم الخليط بهذه الطريقه. هذه غنخلي التحليه حتى تدفى وتماسك ونديرها في الثلاجه حتى تبرد باش نديرها في طبق التقديم ونشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا بعد ما زينتها بالتمر والشوفان محمر، كتجي لذيذه وصحيه. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. شكرا على المشاهده والى اللقاء.